حنا يا مضرورين من الماء، ركبتنا الحساسية، كلشي ركبنا، عينينا ولاو كيضرونا، ما عندنا لا ماء لا واد الحار لا والو. اللي كنطالبوا به حنا هو الماء والواد الحار، ما عندناش، مضرورين، كيحسبوا لينا 20 درهم للطون، وكنتعذبوا عليهم، جروا وحالة حالتنا، ولادنا مرض، كلشي مرض، عين الحساسية وبالخنز والواد الديز من حدانا، يعني حنا كنطالبوا غير بحقنا، ما كنطالبوا بحتى شي حاجة. عيب حقنا بالماء والواد الحار. انا نقول لك الماء ما كاينش، معذبين فيه هادي شحال من عام، هادي معذبين في الماء، خاصهم يديروا لينا الماء. الواد الحار ما كاينش، هادشي اللي بغينا حنايا، كنطالبوا عيب حقنا، ما كنطالبوا بحتى شي حاجه. عندنا الواد الحار كنخوص 3 مرات 7 مرات في العام، ما عندناش المسافات وما عندناش الخدمه في البلاد، كاين اللي ما يصورش عشاه، ما كاينش اللي يصور غداه، الموجود الله. هادشي الماء ما نخلصوش بالصفة نهائيا، خاصة نكونوا بحالنا بحال عباد الله، كونوا بحالنا بحال المروك اللي كاين، كونوا بحالنا بحال السكن اللي كاين. الله 4 دراهم باش كاين الماء، 3 دراهم للطون، وهناك عندنا الطون حتى 400، وكاين الماء اللي قلتي بالكروسة حتى 6000 7000 ريال في الشهر وما تقدكش. بالنسبة للمشكل ديال الواد الحار، إذا كان ممكن تاخذوا بعض الصور، ها هو هابط هنا واحد الحالة لا يرثى لها، الناس دوار خليفة متضرر أكثر لأنه جا واحد الهبطة، وواحد الضايع نطلب منكم إذا كان ممكن تهبطوا تاخذوا واحد الفوطو ديالها. بالنسبة لك بعض الحالات الناس اللي بعاد باش ينقلوا الماء من العوينة تال ديورهم، بعض البلايص تتوصل لهم حتى 50 درهم باش تزاد لي داك الترونسبور باش يحول ديك البوطة حتى لعندو لدارو، حتى 50 درهم المتر كيب. الثمن اللي هو الماء في الديور كاين 4 دراهم داخلة فيها كلشي، الفاكسورة والصرف الصحي وكلشي داخل فيها. تنطالبوا بالواد الحار والماء، وهذا الشيء يعني ابسط الحوايج هو الواد الحار والماء، وهاد الناس يحياو الضمير ديالهم ويخليونا انت حنايا نخليو المبادره ديال سيدنا تستمر ويحبسوا هاد الشيء اللي تيديروا. هاد النصب وهاد الاحتيال اللي دايرين يحبسوا علينا بركه، صافي عيينا، راه حنا مكرفصين، وليدات مكرفصين، وكلشي تنشوفوا على عينينا وساكتين، عباد الله ساكتين، ما عرفتش واش خايفين، مناش خايفين ما عرفناش، الله اعلم. الماء ب 20 درهم زائد واحد يجيب لي ورقه ويتخلص من عندي، جوج دراهم ونص للطون، كيوصل لي ب 22 درهم و50 فرانك انا للطون، والصرف الصحي ما عنديش، حتى عمرك حفرات انا ولو فايدين خانزين ولاد عندنا ما تيقرا والو، انا بصفه خاصه مدور بزاف، لا ما نخلصوا الماء يقطع الماء يجيب الماء، ما كاينش متخلص، حنا دابا 8 شهور ما مخلصينش الماء، علاش؟ نزاع بينك مول الماء وذاك السيد يتخلص من عندنا حنا، علاش هذا الشيء كامل؟ ما مخلصينش انا دابا عليا واحد 8000 درهم ديال الماء، على ظهري انا. تبغى شي واحد يجي يتخلص من عندي قايد شنو عندي ويتخلص؟ ما كاينش، ولا تيشارجيو علينا ودوروا نجمعوا 350 درهم ولا 400 درهم للدار، علاش نديروا هاد العمليه حنا؟ جي حسب شنو عندي تخلص، دخل لي الواد الحار والبنوش من الصرف الصحي لداري ومرحبا. واش الماء والضو وصل للجبال طلع ب 300 كيلومتر كاين الجبال، وهنا اللي وسط المجال الحضري ما كاين لا عندنا الماء لا صرف صحي. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.